انضم إلينا من الموصل إبراهيم عاصم المشهدان المتطوع المدني في الهلال الأحمر العراقي. أهلا بك إبراهيم. يعني المعلومات تشير إلى أنك يعني قمت بإنقاذ نحو 7 أشخاص خلال هذه الكارثة، كارثة العبارة. حدثنا أين كنت وكيف وصلت إلى منطقة الحادث؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله من يوم اللي صارت الحادثة عندنا مدينة الموصل، فكنت بالبيت استنفار من شفت إعلان إنه الهلال الأحمر العراقي حار الطوارئ أعلن، فوالدتي يعني قالت لي قوم ترى هيك صارت يعني حادثة بالموصل، غرقت العبارة مال الجزيرة، فتوجهت بسيارتي الشخصية قبل يعني إلى منطقة الحادث يعني إلى الجزيرة. استغرقت تقريبا 10 دقائق أو 15 دقيقة أنه وصلت لمنطقة الجزيرة. فعندما وصلت لمنطقة الجزيرة شفت الناس يعني بحالة هرع، بحالة خوف، يعني الناس كلها مرتبكة. الزوارق النجدة النهرية ما خلت قصرة، يعني فزوارق النجدة النهرية قبل يعني كانت تنقذ بالعالم. الزوارق المدنية اللي كانوا يعني حول النهر كلها يعني توجهت لإنقاذ العالم. فركبنا قبل بالزورق مع الشرطة النهرية مع البطل مسؤول الشرطة النهرية مقدم فيصل، فقبل رحنا الإنقاذ وإخلاء العوائل والأطفال والنساء اللي كانوا بالماء يعني عين يغرقون الأحياء منهم يعني. طب وصلنا يعني مرحلة أنت قمت يعني وبالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين وأيضا من الموجودين في الدفاع المدني والهلال الأحمر بإنقاذ هؤلاء، لكن كيف تفسر سبب يعني وقوع عدد كبير جدا من الضحايا والمفقودين إبراهيم؟ السبب الرئيسي هو خلل، يعني خلل في إن لم تكن فعلة فاعل، هو خلل كان في العبارة، لأن العبارة لا يوجد فيها طوافات سلامة ولا يوجد فيها كل إجراءات السلامة لا يعني يوجد لو فيها. لو كان ركاب العبارة يلبسون سترات نجاة إبراهيم، برأيك هل سيكون المشهد كما يعني نراه اليوم من عدد كبير من الضحايا؟ يستحيل. لو كان هناك وسائل إنقاذ أو طوافات أو حتى نحن نسميها الإجوابة، الإجوابة مستحيل يحدث هذا العدد من الوفيات اللي حد الآن 120-130 وفية يعني. فيعني هذا العدد لو كان في طرق للإنقاذ أو إجراءات سلامة موجودة، خطط يعني أمنية للتدخل في هكذا حوادث لا يوجد. طيب الآن يعني القوانين من خلال خبرتك، هل تجبر يعني مالكين هذه العبارات على توفير إجراءات السلامة عليها، أم أن الموضوع يعني هكذا جرت العادة أن يتم إركاب الناس وإنزالهم بدون أن يستخدموا هذه الوسائل؟ أستاذ، هي كانت العبارة تنقل العالم الأشخاص اللي موجودين من ضفة على الجزيرة في سلكين، يعني حياتهم متعلقة بسلكين، العبارة تروح وترجع بهذول السلكين. فلا يوجد أي يعني خلينا نقول خطة مدروسة لهذه العبارة. إذا غرقت إيش راح يصير؟ أو إذا غرقت زين حد، هي الجزيرة لا يوجد زوارق، لا يوجد غواصين واقفين، وين هم الغواصين أهل الجزيرة أو مسؤول العبارة؟ العبارة هي لا بها أي أداة إنقاذ ما بها، يعني متعلقة فقط بسلكين حديديين، أحد الأسلاك انقطع، كيف انقطع ما نعرف، انقطع هذا أحد الأسلاك، اختل التوازن، قلبت العبارة، ما شفنا يعني بس المدنيين أهل الزوارق المدنية، أهل الشرطة النهرية بمعداتهم البسيطة اللي ما تذكر أصلا نزلوا يعني فزعة من العالم الموجودين، فزعة كلها يعني أهل يعني شغلة غيرة يعني نزلوا بغيرتهم يعني. طيب أكو أنا ناس كانت واقفة على الضفة شطت، أكو ناس لا ما شطت. أنا أشكرك على وجودك معنا إبراهيم عاصم مشهداني متطوع مدني في الهلال الأحمر العراقي، كنت معنا مباشرة من الموصل.